قررت اليوم هاندا أرتشل بنشر صور جديدة من كواليس مسلسل أنت أزرق بابي، ونشرت صورة لها وهي نائمة في الكواليس وعلقت عليها كاتبة: نظراً لأنه اليوم الأخير من أنت أزرق بابي، هل يجب أن يكون لدينا سلسلة إفشاء أسرار موقع التصوير؟ وقامت بعدها بنشر صور قديمة حديثة النشر لها مع كرم وبيجي أونال وباقي فريق العمل من الكواليس، وذكرياتها مع مصفف شعرها والستايلست الخاص بها، وذكرياتها مع شريكها كرم وباقي الممثلين. وحصلت هذه الصور على إعجاب الجمهور بشكل كبير. هذا الفيديو لها ولهاندا من كواليس تصوير أول حلقة. ونشرت إبريم هذا الفيديو مع هاندا. هلا يوزك نيه بارماندا؟ بار ما بقى استمعت بشيلر أطلعتر. سندى بار يا بير غرام أخل يوخس. إلى بار مدر. إبريم سني ماردين دان جاتردم جنا لانة توصل.